السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، ما بعد. So today inshallah we'll be reciting from the third part of Dalail al-Khairat, the most famous collection of salawat on the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Nearly, not 1,000 years old, but nearly several hundred years, getting close, probably 800 years old, and is found in every single corner of the world and the globe. At every minute, there's many, many thousands of people that are reciting from this book. It's said that after the Quran, it's the most widely printed Islamic book because it's the habit of many in the previous generations to recite one of the eight parts every day. And that's because the part on the Monday has two parts. So there's a double portion. And why Monday? Why Monday has a double salawat on the Prophet ﷺ? Yes, because the Prophet ﷺ authentically said that he loves to fast on Monday because Monday was the day that he was born. And this is one of the strongest citations for those who are in favor of celebrating the Mawlid, because the Prophet ﷺ indicated in this hadith that he celebrated his birthday by fasting. So this is a good example for us, inshallah, that we should celebrate his birthday only with the good things that connect with the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I have a sore throat, so that's good for you guys, because we're going to do a read-along, inshallah. On the screen, and those that are following along, we have the shared screen. So we have the Arabic as well as the English. So, bismillah, natawakkal ala Allah. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا ينقطع مددها. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة تكون له رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وزه عنا ما هو أهله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزله المنزل المقرب يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم توجه بتاج العز والرضا والكرامة. اللهم أعط لسيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه واعطي لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك واعطي لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على أبينا سيدنا آدم وأمنا حواء
ملائكتك واعطهما من الرضوان حتى ترضيهما واجزهما اللهم أفضل ما جزيت به أبا وأما عن ولديهما. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنقطع أبدا الآباد ولا تبيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزه عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه واجزه عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى وعدد ما هم ذاكرونك به فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفة ولمحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه رضا الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منه ومن شقي. صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الزيتون وجميع الثمار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون، وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك، صلاة يتوالي تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك، وأشرف داع إلى الاعتصام بحبلك، وخاتم أنبيائك ورسلك، صلاة تبلغنا بها في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك، صلاة لا تفنى ولا تبيد، وتبلغنا بها كرامة المزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه، صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية بالصلاح الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام. فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأشمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسفل صلوات الله وأتم صلوات الله وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأذكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنمى صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله ونشي الله وخليل الله وولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله ونخبة الله من بنية الله
وصفوة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله المختار من رسل الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المرهب والمرغب المخلص فيما وهب أكرم مبعوث أصدق قائل أنجح شافع أفضل مشفع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربه المطلع بما حمل أقرب رسل الله إلى الله وسيلة وأعظمهم غدا عند الله منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام الصفوة على الله وأحبهم إلى الله وأقربهم زلفى لدى الله وأكرم الخلق على الله وأحظاهم وأرضاهم لدى الله وأعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا وأفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وأن وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعترة وأصحابا وأكرم الناس أرومة وأشرفهم جرثومة وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا وأوفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكثرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأحلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا وأسناهم فجرا وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرا وأوفاهم عهدا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا وأثبتهم برهانا وأرجحهم ميزانا وأولهم إيمانا وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأظهرهم سلطانا. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. So this completes the third of the eight parts. Inshallah, the next time that we convene on Thursday, we'll recite from the fifth part. And then in the last one for the month of Rabi al-Awwal, we'll recite from the very last part as well as the dua that is recited at the end of the salawat. And maybe we'll exchange sweets and celebrate, inshallah, the completion of the salawat. But actually, we should be reciting this throughout the year. This was the practice of the ummah. And not that a person has to do it, but this was the practice of the righteous people, that they would read one part every single day within the week. This recording is 20 minutes. Generally, it takes 15 minutes to recite one part of the Dala'il Khairat. It takes 15 minutes once you become proficient and used to it. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwaleen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhireen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa heen. Wa salli alayhi fil mala'il a'la ila yawmin deen. Allahumma rizukna shafa'ata habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma awridna hawda wasqina min yadi sharifati sharbatan hani'a. La nazma'u ba'daha abada.
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصل اللهم وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. Also there are a lot of sick within the community, and as we know, we recited the Salat An-Najiya, Tunjina min jami' al-afati wal-ahwal. So one of the parts that we recited is that the Salawat is طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها. Right? In Urdu, what does it say? Har dard ki dawa hai, salli ala Muhammad. So this there's a cultural practice that for everything there is a cure. For that pain and the healing of the heart is salawat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we want to pray that all of those who are sick, especially the family members of Sister Nida, may Allah subhanahu wa ta'ala give them shifa and ajilan la yughadiru saqama. Ameen. Barakallahu feekum.